المشكل ديالنا النقابي حنا ما عندناش مشكل نقابي، حنا المشكل النقابي ديالنا ما عندناش مشكل نقابي كمنظمه، حنا عندنا المشكل النقابي في اشخاص. عندنا رئيس الجامعه اللي هو الحاج بن اسماعيل، رئيس الجامعه ديال شركات توزيع الماء والكهرباء داخل المغرب، وكذلك عنده كاتب عام مركزي بمدينه الدار البيضاء، كذلك مسؤول عن المشاريع الاجتماعيه داخل. كيف يعقل هذه المناصب كامله؟ هاد المناصب كامله، حنا حاليا ما بغينا والو، حنا بغينا الاصلاح داخل القطاع ديالنا، وبالضبط داخل مدينه الدار البيضاء. ملي كنقولوا كاتب عام مركزي، حنا ماشي الهدف ديالنا هو المناصب او الكراسي، حنا الهدف ديالنا هو اننا الرجل المناسب في المكان المناسب. لا يعقل اننا، وغنكون معكم صريح، باش اننا غنلقاو رجل مناسب في المكان المناسب داخل هاد المنظومه ديال الفساد. خاصنا رجال يكونوا معنيين، رجال يكونوا حاملين على الاكشاف ديالهم الهم ديال المتقاعدين والمتقاعدات الارامل والايتام، الهم ديال المزاولين والمزاولات. حنا الشروط ديالنا واضحه في المجال في الشق النقابي، ان النقابه ديالنا السيد مخاريق الامين العام ديال الاتحاد المغربي للشغل، كنخاطبك كشاب كينتمي للمنظمه ديال الاتحاد المغربي للشغل، وما عنديش الحماس وما عنديش ميول لاي نقابه اخرى، وما مدفوعش او مدسوس من اي جهه، كناضل لانني مقيوس في الحق ديالي، والناس اللي كيمثلوني نقابيا الناس ضعاف. كيف يعقل ان الكتاب العامون مستافدين من مجموعه ديال الاشياء؟ واش غيجي غيناضل عليا وغيدافع عليا؟ واش هاد الناس هادو باعوا لينا المكتسبات ديالنا وباعوا لينا لي سونتر ديالنا، وهادو ناس غيدافعوا علينا؟ حنا اصحاب حق، لن نتنازل عن حقنا. كونوا معنا رجال وخاطبوا العمال بان صوت العامل، العامل اصبح عنده واحد الوعي عمالي. ما يمكنش اي نقابي ولا اي مسؤول نقابي يجي غيمارس علينا ضغوطات، كيحاولوا يمارسوا علينا ضغوطات، ولكن حنا ثابتين في المبدا ديالنا. المساله النقابيه لخصتها لك في هذه الكلمات هادو، بان السيد الامين العام خاصو يتحرك باش انه يحيد واحد المجزره كاينه داخل المكتب المركزي بمدينه الدار البيضاء. الهيكله ديال المكتب النقابي داخل مدينه الدار البيضاء هيكله باطله، هيكله تنتسب الى العرف، تنتسب الى زمن الاستعمار، تنتسب الى زمن التعيينات، تنتسب الى زمن الضغوطات والممارسات على العمال. راه والله ان خضت معكم في الحوار ساخوض بالفواصل والتفصيلات، غيستحي الانسان، غيستحي من انه يسمع هذا الكلام هذا. ولكن حفاظا على الماء الوجه ديال هذوك الناس، فانا غنقول لكم بان المكتب النقابي السيد في المنظمه ديالنا الاتحاد المغربي للشغل، السيد مخارق خاصو يتدخل في القريب العاجل. نحن لا نلتزم بالمماطلات وبالحوار المخادع، حنا بغينا حوار بناء، حوار عقلاني، حوار اللي غنريحوا فيه في الطابله وغنحطوا الاسس. العاملين مستعدين انهم يهبطوا الامانه العامه، مستعدين انهم يندوا بأعلى صوت ويقولوا بان هاد الناس ما كيمثلوناش. كيف يعقل ان هاد الناس هادو تستمروا معنا في هاد المجازر اللي كيمارسوا علينا كعمال؟ وإلا مشيت معاك في الشق الاداري فغنقول لك بان العمال داخل هاد القطاع وبالضبط شركه ليديك، فحنا ما مستافدينش من الهارمونيزاسيون مع جميع الوكالات داخل المغرب كامل. كيف يعقل اننا حنا في مدينه الدار البيضاء الكراب 2000 درهم 2500 درهم، البنان عندنا داير 19 درهم، البطاطا شوفوا شحال دايره. راه ملي كنفصل معاكم هنا كنحاول انني نلمسكم بواحد المحتوى ديال الموضوع والمشكل ديالو. العمال داخل شركه ليديك خاصهم يستافدوا من الهارمونيزاسيون مع جميع كاع لي ريجي داخل جميع الوكالات داخل المغرب كامل. خصنا نكونوا سواسية، حنا راه في مدينه الدار البيضاء، اقتطاعات عندنا كبيره. ولا جيت معاك الشق اللي خرج هاد الناس كاملين، والمشكل الاساسي والمشكل الكبير راه هو التعاضديه ديالنا. حنا عندنا سي ام اس وعندنا سي ام كاس الاخوان، عندنا صندوق تكميلي سميتو سي ام كاس. هاد الصندوق التكميلي الا مشينا بغينا نديرو واحد الكونسلطاسيون وكانت الرومبورسومو ديالنا واحد 70%، الصندوق التكميلي اللي هو سي ام كاس خصو هو يكمل لينا هذاك الفرق اللي كاين. حنا كنتعرضوا لواحد المجزره، الناس المعنيين، الناس المسؤولين، وخاطب وزير الداخليه، وخاطب الجهات المعنيه، السلطه العليا في البلاد، صاحب الجلاله يدخل على الخط باش انه يشوف هاد الناس اللي متسطرين على هاد الناس هادو. كنتمنى باش هاد الحوار اللي داز بيني وبينكم ما تقطعوا منه حتى شي كلمه، كنتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالي، واي حاجه بغى شي واحد يديرها انا مستعد لها. حفظكم الله.